أفادت إحصائية حكومية عن مقتل 44 شخصا على يد أقربائهم وذويهم الحوثيين منذ مطلع العام 2020 كأبرز الانعكاسات لخطورة الدورات السلالية والتي تقيمها الميليشيا لأتباعها والقائمة على العنف والكراهية. ومن بين القتلى وفق تلك الإحصائيات 11 شخصا يحملون صفة أب قتلوا على يد أبنائهم والمغرر بهم من قبل الميليشيا، إضافة إلى 9 حالات قتل بحق الأبناء الأطفال. وتضمنت حالات القتل المرصودة 5 حالات قتل للزوجات و4 حالات قتل للأشقاء والشقيقات، إضافة إلى 10 آخرين إحداهم أم، فيما نجا أحد الآباء من موت محقق على يد ابنه والمغرر به من قبل الميليشيا. جاء نشر هذه الإحصائية عقب قيام مسلح حوثي بطعن والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض بعدة طعنات في مناطق سيطرة الميليشيا بمحافظة تعز بعد أيام من عودته من دورة سلالية تعيد التذكير بمئات الجرائم التي ارتكبتها العناصر الحوثية بحق أقربائهم. إذن وبالعودة إلى خبر 44 حادثة قتل مسلح حوثي لأقاربهم منذ مطلع العام 2020، ينضم معنا عبر الهاتف مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء سيد فهمي الزبيري. يعني هناك عشرات الحالات كما ذكرنا لمسلحين حوثيين يقتلون أقاربهم، يعني حدثنا عن ذلك والمعلومات المتوفرة لديكم حول تجنيد الميليشيا الحوثية للمغرر بهم ليشكلوا بعد عودتهم من هذه الدورات خطرا على أسرهم. نعم أخي الكريم، أولا هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة على الأرض، والأرقام أكثر بكثير من هذه الارقام التي اوردها هذا التقرير. طبعا هناك خطوره كبيره يعني على المجتمع بشكل عام، لان هذه الميليشيات تقوم بتعبئه الناس والاطفال في المؤسسات في المدارس في مختلف الاماكن، في خطر هذه في ثقافه العنف وثقافه الكراهيه والقتل، تقوم بتحريض الناس. اليوم هناك عمليه تاجيج تقوم بها، طبعا خطرها اليوم اصبحت ظاهره وخطرها يعني على المجتمع بشكل عام. اليوم هذه الميليشيات وثقافتها الطائفيه السلاليه، ثقافه القتل والعنف، تهدد حياه المدنيين، تهدد حياه الناس، الاباء، الامهات، الاقارب، المجتمع بشكل عام، السلم الاجتماعي. اليوم ان لم يتم تدارس هذه الظاهره الخبيثه والمقيته في تحرير الوطن من هذه الميليشيات، فسنكون امام كارثه حقيقيه يتعرض لها الوطن تجاه هذه الممارسات وهذه الثقافه المغلوطه والخاطئه. اليوم ايضا يعني امر لا يمكن تقبله من قبل المجتمع اليمني، ويجب الوقوف امامه بحد. نعم، وكذلك نعم. إذا السيد مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء سيد فهمي الزبيري، شكرا جزيلا لك.